انا سامع ان هو جامد يعني، لازم تعمل فينا شويه. كان شغال دايس الحمد لله. كابتن حازم، تمام. يعني كان عندكم اجتماع النهارده وسمعت ان انتوا خلصتوا، وكان في بيان، ممكن تقول لي بقى يعني اخر لا لا، الماتش؟ يعني هو طبعا اللي حدث النهارده اكيد يعني احنا يعني ضد اكيد اي عنف يعني، بس اكيد طبعا ما حدش عايز عنف، ما حدش عايز يبقى فيه تهجم على اي حد او حد يخاف من اي حاجه. احنا في الاخر رياضه، ونتمنى دايما يبقى الصالح العام هو اللي فوق يعني عند الناس كلها، بس ده اللي عملناه يعني. شجبنا اللي حصل طبعا، لكن في نفس الوقت احنا يعني كخمسين ده يعني بندافع للستيل على حق اللجنه الجمعيه العموميه والحق المشروع ان انت تكمل المده بتاعتك في ظل يعني الاوضاع اللي فاتت دي يعني. اتفضل يا كابتن حازم، يعني كنا لسه بنتكلم نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك او ممدوح عباس، كان في مؤتمر امبارح، كنا لسه بنقول ان هو ممكن نادي الزمالك ياخد الخطوات القانونيه، بس الشارع دلوقتي معاه حتى الجمهور محتقن، فانت مش شايف من وجهه نظرك ان امبارح مؤتمر عثمان ممدوح عباس كان في يعني الحديث كان شديد شويه، الجمهور شباب صغير بياخد الكلام بطريقه مختلفه؟ طيب بص خليني بس. طبعا اكيد طبعا، الدنيا عشان كلها في مصر دلوقتي بقت الناس كلها واخده الامور على نفسها بشكل كبير، واساليب الاعتراض بقت واضحه للناس كلها بشكل بيبقى في يعني نوعا ما تطرف شويه في التعبير يعني. ولكن خليني اقول لك حاجه كتصريح برضه الاول، ان ربط الحدث امبارح باللي حدث النهارده يعني انا شايف مش حاجه يعني مش حاجه سليمه جدا، لان الالتراس اولا او لو وايت نايتس اعتقد يعني ان هم ناس لا توجه، وان هم يعني خرجوا من دماغهم ده دي يعني عودونا عليه في كل حاجه، بدليل ان الاستاذ ممدوح اعتقد حضرتك يعني في البرنامج وكل البرامج والمواقع لما كان من اسبوعين نزل وهاجموه وقالوا له ارحل، كل المواقع خليت ان هم هاجموا ممدوح بس، فبالتالي مش ممكن بعد اسبوعين يبقى ممدوح بس هو السبب ان هو بيحرضهم يعملوا حاجه. الناس دي دماغها لو هم اللي عملوا كده او اي حد يعني عامه، وايت ناس عامه او الالتروس بيواجههم، ودي ناس بتعرف هي بتعمل ايه وشايفه ان الكيان هي بيدافعوا عن كيان كان نادي الزمالك، فهم شايفين ان المدافع عن كيان باي اساليب ممكنه، مش محتاجين ممدوح عباس او حازم امام او اي حد يقول لهم حاجه، لان هم شايفين مثلا ان في قرار خاطئ هيدور مصلحه نادي الزمالك. التعبير عن هذا الاحساس بقى ده يختلف طبعا فيه، ان هو يعني انا وجهه نظري كان يجب التعدي، كان ممكن يبقى في وقفه زي ما بيوقفوا، كان يعني في حاجات كتيره، بس انا بشوف ان الربط بين ده وده، ما هو ده رئيس نادي بيدافع عن شرعيه مجلس او بيدافع عن شرعيه لائحه، فبالتالي بيتكلم وبيوضح الحاجات كلها اللي بتحصل، لان الناس كلها تبقى عارفه ان في يعني في تمهيد قبل كده. الزمالك الارض سويته ثلاث اربع مرات قدام الوزاره عشان حاجات كتير قبل كده. الزمالك متضرر من عدم وجود جماهير بغض النظر ان هو ما عملش حاجه، رغم كده بيتجازى بغلط اخطاء اخرين. ففي حاجات كتير برضه مشحونه ضد نادي الزمالك، فانا مش عايز اربط ده بامبارح. تمام. ممكن طبعا يكون في بعض طبعا يعني انا في كلام طبعا في موضوع حاله انا فوجئت يعني على المستوى الشخصي، لكن هو كان منفعل بسبب احساس ان هو نادي الزمالك في ظلم عليه من خلال ان يبقى في اي حالات طبق الا على نادي الزمالك في الوقت الحالي يعني. تمام. بس كابتن طبعا حازم، انا برضه معاك يا كابتن سليم، ان اكيد بلاش باي عنف، لان العنف ده غير مصرح بيه في اي حته، وفي الاخر دي رياضه المفروض يعني نسمو بكل الناس فيها، ويبقى دايما الاهداف لوجه الله يعني مش لحاجه لغرض يعني. طبعا كابتن حازم، انا يعني هستغل معلش وجودك معايا، انت عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن الناس تختلف وتتفق على ناس، بس يعني ناس او جمهور نادي الزمالك ما يختلفش عليك، مش عشان انت في 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 الحياه معايا ولا عشان انت معايا على التليفون، بس دي حقيقه يعني انت راجل الحقيقه خلوق زي كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، يعني راجل رمز من رموز نادي الزمالك، فانا هستغل وجودك معايا واقول لك قول كلمه للوايت نايس، قول كلمة للشباب دي، قول لهم بقى يعملوا ايه؟ قول لهم الصح ايه والغلط ايه؟ أنا أتمنى من أي حد ليه وجهة نظر إنه لازم يعني يقولها ويبينها ويقف ليها بشكل قوي ويبين وجهة نظره بشكل قوي، ولكن دون عنف أو دون تهديد لحياة الآخرين. ده حاجة أكيد يعني، أي إحساس بالخوف ده أعتقد إحساس صعب جدا، وكلنا حسينا بيه أيام 25 و26، كل واحد كان قاعد في بيته خايف إزاي، وكان قلقان وماسك حاجة في إيده عشان خايف على بيته، فالإحساس بالخوف عامة صعب، وأكيد يعني لما تبقى في ناس بتتعرض لحاجه اكيد بنرفضها. وانا اعتقد ان الغالبيه العظمى من الالتراس او وايت نايتس ما بيحبوش العنف، ودايما عايزين الصالح العام اللي هو نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك وشكل نادي الزمالك
وان ما حدش يجي على نادي الزمالك بقى كل شويه يجوا على نادي الزمالك باشكال اخرى يعني. فاتمنى منهم ان هم دايما زي ما كانوا في الصفات السابقه على طول، وهم عند حسن الظن بيهم على طول رافعين راس الزمالك وعلى طول بنشيد بيهم. اتمنى كمان يبقوا الفتره دي والفتره الجايه دايما عند حسن الظن بيهم، ودايما يبقوا هم الحاجه المشتركه الوحيده في نادي الزمالك حاليا يعني، او زي او حتى الفترات السابقه هم الحاجه الوحيده المحترمه والحاجه الوحيده المنظمه والحاجه اللي يعني تحب النادي بدون اغراض انتخابيه ولا اغراض ماديه ولا اغراض يعني شخصيه ولا حاجه يعني. كابتن حازم يعني بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.